تحت رعاية الفريق أول ركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، افتتح المؤتمر والمعرض 13 للجمعية الأمريكية لمحترفي السلامة، وذلك بحضور معالي وزير النفط وسعادة وزير الصناعة والتجارة ومعالي وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة وسعادة رئيس الأمن العام ومعالي وكيل وزارة الداخلية ومعالي محافظ العاصمة ومعالي رئيس الجمارك. ويتضمن المؤتمر بحث تحديات عديدة، منها إدارة الطوارئ وأنظمة الحماية من الحريق، وذلك من خلال 16 ورشة عمل تغطي مجالات عدة في حقل السلامة المهنية، و35 متحدثا من مسؤولي القطاع والخبراء حول العالم، وبحضور 1500 مشارك. وأكد معالي وزير الداخلية في تصريح له بهذه المناسبة أن هذا التجمع الواسع لخبراء السلامة العامة والمعنيين بالأمر يمثل فرصة كبيرة لمواكبة أحدث التطورات في مجال السلامة والبيئة في مواقع العمل، وتبادل الخبرات والتجارب ومواكبة أحدث التقنيات في هذا المجال. وأشار معالي وزير الداخلية إلى أن تحقيق السلامة العامة مسؤولية مشتركة بين الأفراد والجهات الرسمية والمؤسسات الأهلية، والتي يجب أن تنهض بدورها في مجالات التوعية الأمنية وتطوير الثقافة المجتمعية في مجال الأمن والسلامة العامة. من جهته ألقى السيد ريكسيو مادينا رئيس الجمعية الأمريكية لمحترفي السلامة كلمة استعرض فيها أهداف وأنشطة الجمعية، فيما شرح المهندس حسام الدين الخالدي رئيس الجمعية الأمريكية لمحترفي السلامة في الشرق الأوسط إنجازات الجمعية والتي أسهمت في رفع مستوى السلامة المهنية في دول المنطقة، منوها إلى العلاقة الوثيقة بين الجمعية والوزارات والدوائر الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في مملكة البحرين. في سياق متصل، رحب المهندس علي الغباري رئيس المؤتمر بالحضور وعلى رأسهم معالي وزير الداخلية، مشيدا برعايته الكريمة للمؤتمر والمعرض، وموضحا أن المؤتمر أصبح من أهم مؤتمرات السلامة المهنية في الشرق الأوسط، فيما أشار المهندس علي الزهراني المدير التنفيذي للسلامة والأمن الصناعي في شركة أرامكو السعودية في كلمته إلى أن السلامة ليست أمرا محددا في مجال الصناعة، بل هي قيمة مجتمعية تنعكس على جميع مناحي الحياة. وعقب حفل الافتتاح، قام معالي وزير الداخلية بتكريم القائمين على المؤتمر والمعرض، مشيدا بحرصهم على عقد هذه الدورة في مملكة البحرين، والتي تعمل بشكل مستمر على تشجيع هذه النوعية من المؤتمرات المتعلقة بالسلامة العامة باعتبارها أمرا رئيسيا في كافة البرامج والمشاريع التنموية. وفي ختام حفل الافتتاح، قام معالي وزير الداخلية بجولة في المعرض اطلع خلالها على التقنيات الحديثة في مجال السلامة والصحة والبيئة، مشيدا بما يتضمنه المعرض من معدات حديثة وتقنيات متطورة، بما يسهم في فتح آفاق واسعة نحو تعزيز استخدام آليات السلامة العامة. يعتبر المؤتمر والمعرض المهني 13 للسلامة والذي تنظمه الجمعية الأمريكية لمحترفي السلامة دليلا عمليا على ما تحققه مملكة البحرين في المجالات العديدة للسلامة العامة، خاصة وأن المؤتمر بمثابة تجمع واسع النطاق للمسؤولين والخبراء الدوليين في مجال السلامة، والتي صارت واحدة من أركان النجاح الاقتصادي في العالم. الجمعية عمرها حاليا 37 سنة، وخلال هاي السنوات قدمت خدمات جدا لمنتسبيها وبرضه للصناعيين. طبعا وجودنا مهم وشراكتنا الاستراتيجية مع الدوائر الحكومية خصوصا وزارة الداخلية لتحقيق الشراكة المجتمعية في تحقيق أهدافها. أهداف الجمعية بشكل عام تتمحور حول زيادة مستوى السلامة المهنية في المصانع، في المدارس، في المستشفيات، في كل المهن اللي ممكن تواجه أخطار خلال عملها. طبعا شراكتنا برضه بجوار وزاره الداخليه مع تمكين كجزء من الفيجن 2030 ورؤيه 2030 لمملكه البحرين لتعزيز المقدرات للمؤسسات والاشخاص في مجال السلام المهنيه. وحتى يتم مواكبة أحدث المعدات والتقنيات في مجال السلامة العامة وفي إطار تبادل الخبرات والتجارب الناجحة، حرص القائمون على المؤتمر على تنظيم معرض مصاحب يضم آخر ما تم إنتاجه في هذا المجال. هدف المؤتمر بالأساس التوعية بمجال السلامة في جميع القطاعات، سواء في مجال العمل،
في الصناعات المختلفة، في الطاقة، في الخدمات، وكذلك التوعية المجتمعية في جزئية مثلا تتعلق بالسلامة المرورية، في السلامة المنزلية، ولكن بالأساس هو مهني، فيتطرق إلى أمور مثلا زي سلامة المصانع، الأمور الهندسية المتخصصة بإنشاء المصانع، بتطويرها، بالعمل على صيانتها، مثلا جولات التفتيش، التصاميم الهندسية تكون من الأساس، مراجعتها تتم بطريقة دقيقة وسليمة، والهدف الأسمى لكل هالأمور هذه أن نتأكد من سلامة المنشآت وبالتالي سلامة الموظفين في هالمنشآت، لأن في النهاية المورد الأهم في صناعتنا زي ما يعرف الجميع هو المورد البشري، فمهم جدا بالنسبة لنا نحافظ على مواردنا البشرية ونحافظ على مكتسباتنا الوطنية والاقتصادية، فالسلامة لها دور كبير في هالمجال. الإدارة العامة للدفاع المدني حاضرة بقوة في المؤتمر والمعرض بهدف التفاعل مع أحدث أنظمة الحماية المدنية وإدارة عمليات الطوارئ، وكلها عوامل من شأنها رفع معدلات الأمن والسلامة. طبعا المؤتمر 13 لمهندسي السلامة أو لمحترفي السلامة هو أحد المؤتمرات الرائدة في المنطقة، حاليا 13 سنة من النجاح ولله الحمد، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية برعاية من سيدي معالي وزير الداخلية. طبعا تم توجيه وتشكيل فريق برئاسة سعادة اللواء عبد العزيز العامر، وتم من خلال التنسيق لهذا المؤتمر على مدة 7 شهور. طبعا يصاحب هذه المؤتمر معرض يعرض فيه جميع الأمور الخاصة بالحماية والسلامة والبيئة. حبيت أشارك في مؤتمر الجمعية الأمريكية لمهندسي السلامة لأشارك وأوصل المعلومات عن سلامة الأبنية لأكبر عدد من المهندسين اللي حابين يشاركوا في هذا المؤتمر، عن طريق تقديم ورشات عمل. الورشة عمل اللي أنا حقدمها أو عم بقدم فيها بخصوص سلامة الأبنية، كيف احنا نصمم أبنية بتراعي كل شروط السلامة. وتبقى مملكة البحرين وجهة دولية متميزة في مجال عقد المؤتمرات والمعارض الدولية ذات السمعة العالية والمشاركة المتميزة، وهي قيمة مضافة تعلي مكانة البحرين وتعزز موقعها الاقتصادي بين دول العالم.